نورت العمارة. احنا يعني بالعادة في عنا سبر، لما جارة بتسكن جديد في العمارة بنلم حالنا هالجارات وبنيجي بنبارك لها، يعني بنكلها حللتي اهلا ووطئتي سهلا. وهذه مبادرة بنسميها مبادرة ام فؤاد للجارات الجداد. شكرا كثير واهلا وسهلا فيكم جميعا، شرفتيني خالة ام فؤاد انت وجاراتك. كانت خالتي ام فؤاد، انا سمعتها بذاني بتوش سمعتها، لكن قسما عظما اذا بتعيدها مره ثانيه الا اشلخ نياعها تشليخ. ما قلتي لنا كيف عجبتك السكنه بشقه ام فؤاد الجديده؟ هو بصراحه ماشي الحال، بس انا كنت عم دور على مكان راقي يناسبنا، وهون مش راقي المحل. اركا ليش بلا زغرة جوزك شو بيشتغل؟ تقولي ليش في السلك الدبلوماسي سفير مثلا؟ لا تقوليهاش، بقدرش ليكون وزير. ترى لمعلوماتك كل اللي قلتهم هذولا ساجنين عنا، يعني حوالينا يعني. لا يا خالته، جوزي ما بيقلل عقله بيشتغل هيك شغلة. جوزي صفوان وأكيد سامعين فيه، هو رجل أعمال كبير، وأنا بكل بساطة ما بحب الألقاب، بس فيكم تنادوني دكتورة سوسن، في عندي دكتوراه بالهندسة النووية. نووي؟ ما شاء الله عليك. وبأي حكي الألغام بتشتغلي؟ صراحة أم فؤاد لا تزعلي مني، اتخنتيها كتير، يعني شو دخل الهندسة النووية بحقل الألغام؟ إيه مو ظابطة؟ كبرت عزيز، بعرف بس ما انت شايفتيها من اول اللي قاعده نازله قصف فينا، الله كرمها. ايه حبيبتي، بتعرفي يعني هاي البنايه مميزه بس لانه رئيسه اللجنه فيها السكره القمره الحلوه المهضومه انفكش ام فؤاد العزيمه، وفيها اخرى الحلوه الكمر حبيبه كلبي اللي قاعده متربعه جوا كلبي مها نائبتي في العماره هذه. تشرفنا. تذكرت جوزي خبرني عن محل الكم، اظن انه كافي شوب. مزبوط، احنا عندنا محل. نحن شركاء. قولي لي شو راي جوزك بالمحل؟ المهم انتم يكون عجبكم. تفضلوا، ما في شيء من واجبكم. تسلمي، تفضلين. تفضلوا يا حبيباتي، تفضلوا قوموا، تفضلوا لاحقينكم. البيت بيتكم. حبيبتي. عجبك الوضع؟ عجبني كثير، كبرة عزة، نازلة قصف فينا ولا ما ظل غير تقصفنا زي هيروشيما. لازم نقعد على قلبه. هذا تخصصك. القعدة على الكلب هذا تخصصك. لا، أنت قاعدة جوا الكلب. حبيبي الكلبية ما كبرت عزة قهرتني. يا حبيبي منور أبو فؤاد، سايق فيها السلطة، كل يوم فيها عرضة، وأنا زي اللي ماكل بلطة، يا أخي جيب للشرطة. وشو بدك تسوي هسه يا كرم فؤاد؟